سبحانك سبحانك لا راد لأمرك ولا معقب لحكمك. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. سبحانه لا اتساع لوجوده ولا نهاية لبقائه، قائم بنفسه ليس بجوهر فيقدر له مكان ولا بعرض فيستحيل عليه البقاء ولا بجسم فيكون له الجهة والتلقاء. مقدس على الأقطار مرئي بالقلوب لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. استوى على عرشه كما قاله وعلى المعنى الذي أراده، فكما أن العرش وما حوى به استوى وله الآخرة والأولى. ليس له مثل معقول ولا دلت عليه العقول، بل كان ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان. خلق المتمكن والمكان وأنشأ الزمان، خلق العرش وجعله حد الاستواء، وأنشأ الكرسي وأوسعه الأرض والسماء، اخترع اللوح والقلم وأجراه كيف يشاء بعلمه بخلقه إلى يوم الفصل والقضاء. أبدع العالم كله بغير مثال سبق، وخلق الخلق وأخلق الذي خلق، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. فما في الوجود طاعة ولا عصيان، ولا ربح ولا خسران، ولا عبد ولا حر، ولا برد ولا حر، ولا حياة ولا موت، ولا حصول ولا فوت، ولا نهار ولا ليل، ولا اعتدال ولا ميل، ولا بر ولا بحر، ولا شفع ولا وتر، ولا سواد ولا بياض، ولا سهاد ولا رقاد، إلا بمشيئته وإرادته. لا راد لأمره ولا معقب لحكمه. علم فأحكم وقدر فأوجد، كذلك سمع ورأى، يسمع كلام النفس في النفس وصوت المماسة الخفية عند اللمس. يرى سبحانه وتعالى السواد في الظلماء، ويسمع دبيب النملة السوداء فوق الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. تكلم لا عن صمت تقدم ولا سكوت متوهم، فكلامه سبحانه وتعالى من غير لاهات ولا لسان، وسمعه من غير أسمخة ولا آذان، وبصره من غير حلقة ولا أجفان، كما أن ذاته لا تقبل الزيادة ولا النقصان. وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فسبحانه سبحانه من بعيد باني، عظيم السلطان، عظيم الإحسان، دائم الامتنان، لا إله إلا هو. اخترع العالم وأبدعه، وأخرج العالم قبضتين، وأوجد لهم منزلتين، فقال هؤلاء للجنة ولا أبالي، وهؤلاء للنار ولا أبالي. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فلله الحجة البالغة، فلو شاء لهداكم أجمعين. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد إمام المتقين، وسيد الأولين والآخرين، وزعيم الأنبياء والمرسلين، الذي أرسله ربه رحمة للعالمين. أرسله وأعلام الهدى جالسة، ومناهج الدين طامسة، فصدع بالحق ونصر للحق، صلى الله عليه وسلم. فصدع بالحق ونصر الحق صلى الله عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين. فاتق الله يهديك لذاك الطريق، ويجعلك رفيق ذاك الفريق، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجيرني وأحبتي من النار، قولوا آمين. معاشر الصالحين، أهديكم سلاما لو رفع إلى السماء لكان قمرا منيرا، ولو نزل إلى الأرض لكساها سندسا وحريرا، ولو مزج بماء البحار لجعل الملح الأجاج عذبا فراتا سلسبيلا. وتحية الإسلام السلام، وتحيتهم يوم يلقونه سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أما بعد، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أسأل الله تعالى أن يجيرني وإياكم وأن يحرم وجوهنا ووجوهكم وأجسادنا وأجسادكم عن النار. قولوا آمين. معاشر الصالحين، إن من دلالات القرآن أن أهل النار عياذا بالله لا يموتون فيها ولا يحيون، لا يموتون فيستريحون ولا يحيون فينعمون. أما العصاة من المؤمنين فإنهم يموتون إماتة في النار، ثم إنهم يخرجون منها ضبائر ضبائر، ثم يلقون على نهر من أبواب الجنة فيقال يا أهل الجنة أفيضوا عليهم الماء، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد يخبر عما يكون من أهوال يوم القيامة، قال: فيمر المؤمنون على الصراط، فمسلم المحبوس وناج المسلم، ومنهم من يلقى على وجهه في النار، حتى إذا فرغوا قال الذين نجوا منهم لربهم: ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا فأعد لنا فيهم، أي في الشفاعة، فيأذن الله فيقول: فاذهبوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه. فيخرجون أقواما فيقولون: ربنا لم يبق فيها أحد ممن أمرتنا به، فيقول الله: ارجعوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من إيمان فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرين ويقولون: ربنا لم يبق فيها أحد ممن أمرتنا به، فيقول الله: ارجعوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه. فيخرجون خلقا فيقولون: ربنا لم يبق فيها أحد ممن أمرتنا به، فيأمر رب تبارك وتعالى فيضع الله يده في النار، فيخرج منها أقواما قد امتحشوا، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. قال صلى الله عليه وسلم: فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، فيقال لهم: ادخلوا الجنة. فلما يدخلون الجنة فيقول: ربنا لقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول أرحم الراحمين: أفلا أعطيكم أعظم من هذا؟ فيقولون: وأي شيء أعظم من هذا؟ فيقول: أعطيكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. هذا وإن سألت عن يوم المزيد وزيارة العزيز الحميد ورؤية وجهه المنزه عن التمثيل والتشبيه، كما ترى الشمس في الظهيرة والقمر ليلة البدر، كما تواتر عن الصادق المصدوق النقل فيه، وذلك موجود في السنن والصحاح والسند والمسانيد من رواية جرير وصهيب وأنس وأبي هريرة وأبي موسى وأبي سعيد رضي الله عنهم أجمعين. فاستمع يوم ينادي المنادي: يا أهل الجنة، فيقولون سمعا وطاعة، فينهضون إلى الزيارة المبادرين. إذا بالنجائب، أي الركبان، إذا بالنجائب قد أعدت لهم، فيستوون على ظهورها مسرعين، حتى إذا انتهوا إلى الوادي الأفيح الذي جعل لهم موعدا وجمعوا هناك، فلم يغادر الداعي منهم أحدا. أمر الرب تبارك وتعالى بكرسيه فنصب هناك، ونصبت لهم منابر من نور، ومنابر من لؤلؤ، ومنابر من زبرجد، ومنابر من ذهب، ومنابر من فضة، وجلس أدناهم على كتبان المسك وليس فيهم بريء، ما يرون أن أصحاب الكراسي فوقهم في العطايا، حتى إذا استقرت بهم مجالسهم واطمأنت بهم أماكنهم نادى المنادي: يا أهل الجنة. فيقول يا عبادي، فنادى المنادي أهل الجنة، فيقول أول ما يسمع منه: أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني؟ هذا يوم المزيد فسلوني. فيجتمعون على كلمة واحدة: ألقد رضينا فرض عنا. فيقول الله سبحانه وتعالى: إن يا عبادي، إني لو يا أهل الجنة، إني لو لم أرض عنكم لم أسكنكم جنتي. هذا يوم المزيد فسلوني. فيجتمعون على كلمة واحدة: أرنا وجهك ننظر إليه. لا إله إلا الله. فيكشف الرب جل جلاله الحجب ويتجلى لهم ويغشاهم من نوره. ولولا أن الله سبحانه وتعالى قضى أن لا يحترقوا لاحترقوا، فلا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره ربه تعالى محاضرة، حتى إنه لا يقول: يا فلان، أتذكر يوم فعلت كذا وكذا؟ يذكره ببعض غدراته في الدنيا، فيقول: يا رب ألم تغفر لي؟ فيقول: بلى، بمغفرتي بلغت مغفرتك، بلغت منزلتك هذه. جعلنا الله إياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. موضوعنا والذي اجتمعنا عليه معاشر الصالحين
وكما قال صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدارسونه فيما بينهم إلا وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. نحن الآن نذكر الله تبارك وتعالى ولله ملائكة طوافين في الطرقات يلتمسون مجالس الذكر والحديث معروف. ولهذا فذكر الله تبارك وتعالى حياة للقلوب. قال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. وهذا الذي لا يذكر ربه لا يساوي عند الله شيئا ولو ملأت الدنيا ضجيجا، لا يساوي شيئا عند الله. ولكن الإنسان الذي يذكر الله تبارك وتعالى، كيقول الله تبارك وتعالى: والذاكرين الله، كيقول الله: نسوا الله فأنسوا أنفسهم أولئك هم الفاسقون. الإنسان يذكر الله تبارك وتعالى جميع أحيان دياله، تخرج من البيت ديالك بسم الله توكلت على الله ولا حول، وتعلم أن وليدات ديالك ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. كيقول إبليس: كيف بك برجل قد هدي وكفي ووقيم؟ كتقول بسم الله توكلت على الله، وتعلم الوليدات ديالك إذا كانت عندكم دروج في الدار، كل درجة تكون طالع تقول الله أكبر الله أكبر، مع كل درجة من يكون هام تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله. نبغوا نعسوا الوليدات، ما تقولش لهم نعسوا باش تفيقون دراسة، غرس فيهم حب الدين، قول لهم نعسوا باش تفيقون الفجر. راه هنا كيتشرب حب الدين وحب المبادئ الإسلامية، كيتشرب هذا الدري بالتعاليم ديال الأبوين. راه إلا وليدي ما درتيش هذه ماشي غادي نعطيك العصا، راه غيعاقبك سيدي ربي، راه كاينه جنة ونار ولدي. راه إلا ما درتيش هذه غادي الله تبارك وتعالى غادي يعاقبك، لأنني أنا لست عليك برقيب. أنا ما غاديش، أنا غنأخفى الأمراض أنام، ولكن الله سبحانه وتعالى الذي يعلم السر وأخفى هو اللي مكابلك سيدي ربي، هو اللي كابلك ولدي. إلا كنتي شاد التليفون ديالك رد بالك واتق الله. هنا كنربيو وليداتنا الرقابة، رئيس الله الرقيب خصنا نعرفوه. وهكذا وكنا نتكلم عن الذكر، دائما الانسان يذكر الله تبارك وتعالى في جميع الاحوال ديالو. راه الانسان اللي كيذكر الله تبارك وتعالى في الرخاء يعرفه الله في الشده. ملي كتذكر الله وانت عندك الصحه، كتذكر الله وانت عندك الزوجه، كتذكر الله وانت عندك الاولاد، نهار اللي كتجيك المصيبه كتقول يا رب، كيقول لك ربي سبحانه وتعالى لبيك يا عبدي. ملي كتعرف الله في الرخاء يعرفك الله تبارك وتعالى في الشده اكيد. ولهذا فالإنسان ما يفلتش هاد الأجر العظيم ديال الذكر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال معاذ: يا معاذ، في التحذير، أمسك عنك هذا. فمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه فقال: أنا أخذ بما نقول يا رسول الله؟ قال: تكلتك أمك، أما يكب الناس على وجوههم في النار، وفي رواية على مناخرهم في النار، غير حصائد ألسنتهم. هاد اللسان راه الله تبارك وتعالى، هاد اللسان هذا من الادوات اللي كيخدم بها القلب. الا كنت كتذكر الله تبارك وتعالى كتكثر من ذكر الله، كتسهل عليك تخرج لك لا اله الا الله عند السكرات، لان السكرات ما عندهاش وقت محدد، تقدر تجيك في اي لحظه، كتاكل نازل غادي خدام، ما تعرفش الموت امتى تجي. ولكن الانسان اللي كيكون كيذكر الله تبارك وتعالى كيكون مستعد في اي لحظه. قال احد الصحابه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله اوصيني. قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. ذكر الله حياة القلوب. وأنا عند ظن عبدي إذ ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإذ ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. والحديث طويل، ولكن لهذا حنا بيت القصيد هو الإنسان خاصه دائما يكون في ذكر مع الله تبارك وتعالى. وهذا الموضوع اللي اجتمعنا عليه هو الموت، والموت لا يحتاج فصاحة، الموت لا يتنازع فيه اثنين، نهاية أي حي وهو الموت. يقول ربنا تبارك وتعالى: حتى إذا ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. والموت مصيبة، الموت سماها الله بالمصيبة، هي فاجعة، لأن الإنسان كيكون عنده واحد بالأقارب ديالو، قريب ديال الأب ديالو، الإبن ديالو، العم ديالو، الزوجة ديالو، الأخت ديالو، فإذا به فجأة كتجيه الموت كيتخطف. هنا الإنسان منين الحمد لله كيرضى بقضاء الله تبارك وتعالى كيكون اجره لله الحمد. وحنا كنطلب الله جميعا الله يثبتنا، لان الانسان ملي كتجي الحاجه. واحد المره كان الرسول صلى الله عليه وسلم شاف واحد المراه يعني كتبكي على ولدها، قال لها صبري وهذا، قالت ليه اليك عني، قال لها فهذا رسول الله.
كاع باش تراجعات قلت لهم ما عرفتش وجه هذا، قال لهم الصبر انما الصبر عند المصيبه عند الصدمه الاولى. ولهذا الموت لا يترك صغيرا ولا كبيرا، ولا يكتب في مقابر المسلمين خاصه بالكبار، هذه معروفه. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ادركته الوفاه اخذ يضع بيده في ركوه من الماء ويمسح على جبينه فيقول: اللهم هون على محمد سكرات الموت. وكان وان للموت لسكرات، جزاك الله خيرا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي في هذه الاثناء في هذه اللحظات العصيبه، وهو من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الاولين والاخرين صلى الله عليه وعلى اله الى يوم الدين، قال لهم: اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء فانهن عوان عندكم، اي اسيرات. وقال صلى الله عليه وسلم: الصلاه، الصلاه وما ملكت ايمانكم. الصلاه هي الركن الوحيد الذي فرض في من فوق سبع سماوات. الصلاه هي اللي تفرضت فوق سبع سماوات، الانسان الا حافظ عليها راه هنيئا له، هنيئا له الا حافظ عليها بالخشوع ديالها، بالاركان ديالها، بالفرائض ديالها، بكل شيء لها، هنيئا له. والصلاة سمي الصلاة لأنها الصلة بين العبد وربه. إذا أردت أن تكلم الله فاسجد، وإذا أردت أن يكلمك الله فاقرأ القرآن. والإنسان دائما خاص الحياة ديالو كلها تكون مرتبطة برب العالمين تبارك وتعالى، في الخدمة ديالك تخاف الله تبارك وتعالى، مع العائلة ديالك تخاف الله تبارك وتعالى، مع الوليدات ديالك تخاف الله تبارك وتعالى، ودائما يكون ذكر. لنبين لكم لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. شفت المشاهد الصغيرة ديال القرآن الكريم تحملنا إلى عالم استخدام العقل. الله تبارك وتعالى ملي كيخاطب الإنسان راه عطي واحد العقل اللي هو مرض التكليف. كيفاش أنت خلقك الله تبارك وتعالى؟ قال لك هذا الدكتور كيزمر، قال لهم الإنسان أول المرحلة ديالو كان كاين علقة وكاين مضغة، شد الإنسان وهو علقة وحطها في واحد الاناء زجاجي وشد ديك العلقه، تعرفوا العلقه اللي كتكون في البيان العلقه، وقارنا معها لقاو بحال وشد المضغه، شد واحد الطرف ديال الصلصال اللي كيخدموا به الناس ديال الائمه راه يعرفوا الصلصال، وعضوا مضغه هكذا، عطى واحد الدوره بحال الشكل ديال الراس والسنسول بحال الانسان في التكوين ديالو الاولي. قال لهم واحد الكلمه عظيمه: من اين لهذا الرجل العظيم؟ هما الغرب كيعترفوا بان محمد صلى الله عليه وسلم عظيم، من اين لهذا الرجل العظيم ان ياتينا بهذا العلم في وقت لم تكن فيه وسائل مجهريه باطنيه؟ اذا لا يمكن ان يكون هذا الا من وحي من اعلى. فنطق واحد كان معاه من 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 الاساتذه الكبار اللي معاه، قال اشهد بروفيسور، قال اشهد ان لا اله الا الله، نط معاه جله، قال معاه اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. راه لا اله الا الله راه هي الكنز ديال الانسان، لا اله الا الله. وهذا لا اله الا الله اللي تاملنا فيها باش غادي تخرج لك، ملي تكون بغيت تموت كنا غادي ندوزو في مرحله
كل واحد فيكم يقول لا اله الا الله يشوف نفسه واش غادي يحرك الشفتين ديالو ما يحركهمش. لا اله الا الله كيسهل عليك الله عز وجل حتى بالنيه. ونسال الله تبارك وتعالى ان يوفقنا لخيره الدنيا والاخره. وما نطولش عليكم اسمحوا لي، نطلب الله تبارك وتعالى سامع الصوت وسابق الفوز وكاسي العظام لحما بعد الموت ان يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وكما يقال ليس من الحكمه ان تقول كل ما تعرف، ولكن من الحكمه ان تعرف ما تقول. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. نخلي الناس الكلمات تفضل.